يأتي هذا المهرجان في نسخته 11 مهرجان المديح النبوي الشريف، على اعتبار أنه من أشكال التعابير في التراث الحساني عن الهوية الدينية للأقاليم الجنوبية. هذا المهرجان منظم من طرف رابطة الموسيقيين الحسانيين بشراكة مع المديرية الجهوية، ويأتي دائما في إطار الاهتمام بالتراث الحساني خصوصا في الجانب الديني، لما يعني في شقه فن المديح والسماع. احنا جينا مشاركين في النسخة رقم 11 من المهرجان الدولي للمديح النبوي الشريف لتنظم رابطة الموسيقيين الحسانيين من كل سنة، وهذا النسخة رقم 11. هذا الحمد لله وذا رمضان وذا 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 المدح، والحمد لله اللي جابرنا محمد داحة جاتنا من الدولة الشقيقة الموريتانية، وهون المداحة اللي كانت 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 صغار وكبرت وعاد حتى هي الحمد لله راهو فيها قاعدة، وذا هو اللي ندوروا يعني ندوروا ذا النوع من الثقافات اللي خصوصا المدح، انه يتطور وانه الناس تعتني به وأنه يجبر العناية الكاملة. والحمد لله رأنا المداحة ما مقصرين، ومرحبا بالناس كاملة الجاية. بالنسبة لمهرجان المديح هذه الحمد لله نسخة 11 اللي نحن الحمد لله اليوم في افتتاح ديالها، هي نسخة من دولية طالب مشاركة دولة موريتان، شخص الفنان مداح رسول الله محمد الشغالي، وفرقة من الأفارقة المقيمين بهذه الجهة اللي كيمثلوا دولة السنغال. الحمد لله هذه النسخة كما دأبت رابطة الموسيقيين على تنظيمها سنويا، كل سنة كتعطي فيها جديد من أوجه المداح اللي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدف منه هو صيانة الموروث الثقافي الحساني، لأن مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمجتمع الحساني هون يحافظ على الجماعة ولا يفرق الجماعة. احنا اليوم جينا مجموعة من الفنانات ديال الدراما الحسانية، جينا حضرنا المهرجان الدولي للمديح اللي هو في دار الثقافة. صراحة هذا المهرجان اللي هو ملتقى اننا كنجمعوا مجموعة من الفنانين، مجموعة من المغنيين، لا سيما ان الفن تبارك الله ما شاء الله فيه الغناء وفيه الموسيقى وفيه المسرح. يعني هذا المهرجان الدولي ديال المديح هو فرصة لقاء مجموعة من الفنانين. نبغي نشكر المنظمين ديال هذا المهرجان الدولي للمديح، ونتمنى لهم مزيد من التألق ومزيد من النجاح.